انا اتذكر يوم كنت في العمليه، يعني تناقلت جاتنا الاخبار كثيره وكذا، خوف الوالد عليك خوف غير طبيعي. ايش السر بينك وبين الوالد يعني؟ والله يا اخي انا مع كثره اسفاري وذهابي ومجيئي احاول ان ما اقول ابالغ، لكن احاول ان اعوض لما اكون في الرياض عن تقصيري مع الوالدين بكثره الجلوس معهما، التلطف معهما. يعني لا اذكر اني من سنوات دخلت مثل ما يقولون ويدي فاضيه، يعني اما اني احضر مثلا شيء لهم جايبه معي من سفره، او احيانا احضر للاولاد، تجدني داخل منذ ان يطرقوا الباب ويعلموا اني جاي يتجمعون الاطفال، وغالبا يكونون اطفال ابناء اخواتي يكونون مثلا زائرين الوالده، واخواني الصغار من زوجات ابي الاخريات. يعني عندي يمكن 10 تقريبا، والله نعم 10 تقريبا، كلهم يعني اصغرهم الان عمره شهرين. فمنذ أن أدخل أبو 5 سنوات وأربع سنوات ينتظروني، أحيانا أكون جايب مثلا حلويات، جايب أسكريم، جايب معي عشاء، جايب معي غداء، جايب معي كذا. وهذه تختصر التعويض اللي أنت تراه. أحسنت، إضافة إلى اللطف معه والسواليف معه. يعني والله الحمد أيضا الوالد يعني علاقتي به يعني جيدة جدا الحمد لله، بالممتازة. وهو أيضا مع الأقارب إذا جلس يسألون عني ويتذكرون، مثلا يقولون محمد خطب عن كذا، فأصير أنا دائما في باله إما مدحا أو ذما. أحيانا يعني ربما واحد من الأقارب سمع خطبة ولا أعجبته، فتجد يقول لي أبي انتبه ترى بتعمل له مشكلة الخطبة، ابنك تهور وتكلم عن سوريا والإيه. فدائما على ذهنه الكلام عني، محمد راح، محمد جاء، محمد فعل، محمد. هو ما يعرف تويتر، وما تويتر أبو يجاوز 80، لكن هؤلاء يعرفونه، بعض من يحضروا معهم في الولائم الليلية، يعني بينهم دوريات، فيخبرونه ويقرون عليه. حتى أنا قبل أسبوعين يقول لي يا ولدي يقولون كاتبين في توتر تويتر، توتر توتر كاتبين كذا وكذا، والله هو توتر. فهو لما عملت العملية أنا ما أحببت أني أخبره قبل حتى ما يضيق صدره أيام يعني، فمباشرة طلعت الصبح وخلصتها، ولما جاء بكرة الصباح وتماثلت يعني الحمد لله وصحيت من البنج وكذا، اتصلت به وقلت له ترى أنا سويت أمس عملية في رقبتي والحمد لله الأمور طيبة. فهو كان قبل يعلم أن عندي آلام فيها، كان يظنني سأسافر للخارج لإجرائها وكذا، ولكن الحمد لله يعني. الحمد لله. الله يحفظ. الله يجمعكم دائما على خير.